وياه من اهم الامور في المشي المتعرج الدرج، تمرين الدرج وانت ماشي تروح يسار فجاه، سواء في القدم او في الركوب، ثم وانت ماشي تروح يمين فجاه، هو ان الهدف من التمرين التحكم كتف الحصان، وليس فقط لفه يمين يسار برقبته، يعني مو بتلف برقبته فقط وجسم ما لف او لف انسيابي فقط، الدعوه ان تكون اللفه فيها زوايا عشان تتحكم كتف الحصان، تعلم انك لما رحت يمين خليت قطعته اللي كان حاطها يمين تروح يسار، وكتفه اللي كان حاطه يسار يروح يمين تماما، فشلت الكتف من مكان لمكان اخر تماما، وشلت القطعه من مكان لمكان اخر تماما، فتحكمت بالكتف والقطعه عن طريق بعضهما، خلينا تحكمت بالكتف عن طريق القطعه، تحكمت بالقطعه عن الكتف، وكلاهما تم التحكم به عن طريق التحكم بالرقبه. فدائما المشي متعرج خله بزوايا، اذا انت تبغى تشغل الكتف والقطعه، بينما انك انت تبغى فقط تركز على الرقبه خله بشكل انسيابي، زي موضوع تمرين الدائره والمربع. الاصل في الدائره انك تحكم برقبه الحصان، خليه يعني يلف بشكل قوسي، لكن مع الوقت تقدر تلف مربع عشان تحط زوايا معينه وتعلم الحصان قادر على التحكم بكتفه وقطعته. فكل ما كان التمرين التركيز فيه على القطعه والكتف اكثر عن طريق الرقبه، كثر الزوايا في اللفات، يعني تصير اللفه فيها حده شوي. كل ما كان التمرين هدف منه فقط الرقبه والجسم هدفك فيه اقل او تركيزك عليه اقل، خلي اللفه فيها انسيابيه، سواء دوره او لفه كامله وانت واقف او المشي متعرج او الدرج.